بعد ما شفنا إنجاز تاريخي، وبعد ما شفنا الفريق اللي أبدع وطبق كل فنون كرة القدم في أرضية الملعب، وبعد ما رأينا هذه المتعة وهذا النجاح وهذا الإنجاز وهذا الفوز اللي حققه إخواننا وأهلنا وربعنا المنتخب القطري من خلال حصولهم على كأس بطولة أمم آسيا، وبعد ما حققوا أرقام خيالية وقياسية من خلال هذه البطولة بتسجيلهم 16 هدف ودخول مرماهم هدف واحد بس، وبعد ما اكتسحوا كل الجوائز اللي بالبطولة ما خلوا شيء، أحسن حارس، أحسن لاعب، الهداف، مجموعة طلعت خالف تعرف وتحاول تقلل من شأن وقيمة هذا الإنجاز. مصيبة. الإنصاف قل ما تجده عند أي أحد، لأن من ينصف خصومه هذا إنسان نبيل وتربى على مائدة شهامة وكرم وأخلاق فرسان. أما من يفجر في الخصومة مثل ما رأيناها اليومين من محاولة بائسة ويائسة لتغيير من شأن المنتخب القطري من خلال تجنيس، اللي يقول التجنيس هذا والله قاعد يدين نفسه، لأن من قال منتخب المجنسين هم عندهم لاعب اسمه جيسي جونز وفتاي، ومن يقول منتخب اليابان يخسر، طيب من الفاز عليه؟ جني ولا شبح؟ أنتوا إعلاميين مفروض تكونون قدوة، لكن والله أنكم تثيرون أو تنشرون الجهل وعدم تثقيف الناس، لأن اللي قاعد تعملونه هو الضحك على الضغون. فريق عجزت أنك تتغلب عليه في أرض الملعب، يا أخي انصفه، انصاف عزيز، والله العظيم يرفعك الانصاف، والله يا خلق، لكن ما قدرت تفوز عليه في الملعب وتطلع خارج الملعب تقول والله مجنسين، يدونون نفسهم. طيب إذا هذين المجنسين يلعبون بهالروح والقتالية وهالذبحة، والله يا حلو المجنسين هذين، والله تقول لنا حتى جدانهم والدين قطر، والله العظيم يا جماعة هذا انصاف، اي والله انصاف. اطلع الإعلامي لا تاريخ وكبير في السن يقول أنا لن أبارك لقطر لأنهم مجنسين، لا حسافة، والله أشفق لحالكم، والله أن أنتم فعلا مثيرين للشفقة. روح انتقدوا منتخباتكم يا جماعة على يعني الفضيحة اللي حصلت، اللي يعني أسرع عملية نسيان شتها في تاريخ كرة القدم. فريق يخرج الساعة 5 العصر، الساعة 7 نسيت السالفة، ما حيتكلم. ليش مشاركين؟ وين؟ ترى والله ما حد دمر الحين المنتخب السعودي إلا هالنوعية، إلا هالنوعية من الإعلاميين اللي تركوا منتخبهم وراحوا يروحون هذا مجنس هذا كذا، وهذا القطريين جنسوا وقطريين ما شنو شغلكم قطريين، لا وهدوا منتخبهم راحوا عند بنو عند علي الحبسي وشككون بطنية علي الحبسي، ولا عند ما عنده ولا ما عنده، صاروا عمانيين أكثر من العمانيين نفسهم. الظلم، فمن الظلم أن يعني نغفل عن الدور الكبير اللي قاموا فيه الإخوان في قطر من خلال تجهيز هذا الفريق، عمل دؤوب ويعني تخطيط سليم وصبر على الفريق، وهذا كلهم خريجين ترى سباير. هذه يا جماعة الأكاديمية أنا عالجت فيها وشفت يعني أمور جميلة جدا وخيالية. المنتخب اللي تشوفونه هو ترى قبل كم سنة 5 سنين هو بطل كأس آسيا الشباب، انصفوه، قطريين فازوا لأنهم الأفضل بكل جدارة، اطلع وقول أمه أفضل وحاسب منتخب بلدك اللي ما قدم شيء. أما تروح وتبحث عن أمور تجنيس وأمور تخص سيادة البلد اللي هم فيه، هذا أمر يثبت أنك أنت إنسان حاسد. حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالناس له أعداء وخصوم، فتى إذ لم ينال سعيه فالقوم له أعداء وخصوم، كبرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وظلما إنه لذميم.
المنتخب القطري نقول له ألف مبروك، وألف مبروك لأن المنتخب القطري استطاع أن يوحد العرب كلهم للتاريخ، وسيسجلها التاريخ أن المنتخب القطري فرح العرب كلهم، وكل العرب كانوا خلف المنتخب القطري. على القطري حصل على البطولة لأن الأفضل، ولأن تعرض ما تعرض له من معاناة ومضايقات، وهذه كلمة حق نقولها، لذلك كان أشرس ولعب بروح وطنية تدرس. لما نقول الإنصاف ونتكلم عن الإنصاف، لما تخيل أنا لاعب كرة قدم ويمنع أو تمنع الجماهير بلدي من الحضور، أمر هذا يعطيني قوة، وهذا اللي صار للمنتخب القطري. اللاعب فيهم صار عن 10 وتحقق لهم، وسبحان الله كأن المنتخب يعني مبارك في البطولة، تشعر أن الفريق يعني فيه بركة، وهذا أمر يعني إكرام من رب العالمين، لأن كلنا ما نرضى حقيقة اللي صار للمنتخب القطري.